بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نصل من قطع في الدرس السابق، حديثنا عن أنواع الإعراب، وقلنا إن الرفع والنصب يكونان في الأسماء والأفعال، وتستقل الأسماء بالجر وتستقل الأفعال بالجزم. توقفنا عند قولنا عند المثال الذي أورده ابن هشام رحمه الله تعالى لحال الجزم، فقال لم يقم لم حرف نفي وجزم وقلب كما يقولون. نفي، إذن تبيان النوع أولا حرف نفي الدلالة، وقلب هنا أسند مسائل القلب، يعني أنه قلب زمن الفعل من الدلالة على حال أو استقبال إلى الدلالة على المضي. لم يقم يعني ما قام، ولكن هناك من يذهب إلى أن جالب هذه الدلالة هو أصله هو التركيب برمته، ولكن حقيقة هدي المتقدم، والله المتقدم كان أهدى سبيلا ممن تأخر في هذه المسألة، لأنه لا تكون هذه الدلالة إلا بهذا التركب. فلم وجدت لم، كانت هذه الدلالة لم يقم، وهو القلب للمضي لم يقم. إذن فيرفع بضمة، قلنا إن الضمة علامة الرفع الأصلية، وينصب بفتحة، ولذلك لا يقال مفتوح في مكان منصوب أو في موضع منصوب، لأن النصب حال إعرابية والفتحة علامة بناء أو إعراب، يكون في المبني ويكون في المعرب على السواء. ذهب، الباء مفتوحة علامة بناء. لن يذهب، الباء مفتوحة علامة أو علامة إعراب، فتحت على أنها علامة إعراب. وتستقل الأسماء كما قلنا بالجر، وتجر بالكسرة، وتستقل الأفعال أو الفعل المضارع بالجزم، وعلامة الجزم كما قال ويجزم بحذف حركة، الحركة سواء كانت، قال هنا بحذف حركة ولم يقل بحذف ضمة أو فتحة، أو لأن الأمر قد يكون ضما وقد يكون فتحا، فحينئذ تكون علامة الجزم حذف الحركة. هذه العلامات الأصول. قلنا إن الجزم في اللغة يعني القطع، قطع الحرف الإعرابي عن الحركة يسمى جزما، ولذلك كانت علامة الجزم الأصلية، علامة الجزم الأصلية السكون، السكون وقطع الحركة تسكن. شرح قطر الندى، ما شاء الله في استغراق، في كما قلنا إنه استمطار، فنحن نستمطر المعاني من هذه الألفاظ، المعاني الكلية للجزئية، المعاني التي تصل حقائق اللسان بحقائق الإنسان. في شينه يقول ماذا؟ الإعراب. ابن هشام رحمه الله، نحن قلنا هناك تغير أواخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليها أو بتغير مواضعها من الجملة أو في النسق الجملي، قال الإعراب أثر. إذن هنا تحدث عن الأثر، جعل الإعراب الأثر يعني الضمة أثرا للرفع، أو الكسرة أثرا للجر، أو الفتحة أثرا للنصب، أو السكون أثرا للجزم، يعني أثر ظاهر كالعلامات الأصول التي تقدمت وغيرها، أو مقدر كأن يكون آخر الكلمة المعربة يتعذر تحريكه، فحينئذ تقدر الحركة، لأن الأصل في الإعراب التغير الحركة، فإذا جاء في موضع إعرابي بساكن حركناه تقديرا إذا تعذر تحريكه ظاهرا أو حقيقة أو لفظا، كأن تقول جاء موسى، موسى فاعل، فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، ضمة قدرناها لأن حملنا المعتل على الصحيح، الأصل فيك الصحة والاعتلال فرع عن الصحة، والأصل فيك أنك الصحة السلامة، الله خلقك في أحسن تقويم، والاعتلال فرع عن الصحة، فلذلك لما جيء بآخر موسى معتلا حملناه على محمد صحيح الآخر وعلى غيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى موسى عليهما السلام وعلى سائر أنبياء الله ورسله. جاء موسى فاعل مرفوع بجاء، وعلى مترفعه الضمة المقدرة على الألف،
لذلك المعتل في العربية كم؟ ها؟ المعتلات ثلاثة: الواو المادية والألف المادية والياء المادية، لكن ثلاثة الكثير في حروف العربية الصحة. فتحمل هذه المعتلات الثلاث على هذا، تحمل على الصحيح في تقدير حركاتها إذا وقعت موقعا إعرابيا وفي آخر الكلمة التي هي مضمة الحركة، أو التحريك محل حركة لا سكون، كأن تكون معربة كما قلنا، كأن تكون معربة. فجاء موسى يقال فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، يمنع من ظهورها التعذر، أي يتعذر تحريكها. فهنا نقدر الحركة. قال: أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. تحدث هنا عن العامل، العامل الذي هو الفعل الرافع للفاعل، الفعل الناصب لمفعول إذا كان يتعدى إلى مفعول أو اثنين أو ثلاثة، الحرف الجر الذي يجر ما بعده، المضاف الذي يجر المضاف إليه، وهكذا. وفي هذا حديث مفصل في غير هذا الموضع. يجيبه العامل في آخر الكلمة، والأصل في العمل الأفعال في أصله، ثم ما دل دلالة الفعل مما ينوب منابه، كأن تكون حروفا أو أسماء تعمل عمل الأفعال وهكذا. هناك حديث تال عن هذه المعاني. يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر ممثل له، أي الأثر الظاهر، كالذي في آخر زيد: قام زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، دودادي، كما قلنا. هذا الأثر الضم والفتح والكسر دال على الإعراب. في قولك جاء زيد ورأيت زيدا، دن كما تقدم، ومررت بزيد، دل على أحوال الاسم الثلاثة رفعا ونصبا وجرا. قال: والمقدر يمثل له، كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى، كما قلنا في جاء موسى، موسى والفتى حكمهما واحد، ورأيت الفتى، رأيت موسى أيضا، فإنك تقدر فتحا على الألف كما قلنا من باب حمل المعتل على الصحيح، لأن الصحة هي الأصل في الإعراب. والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، تقدرها في المواضع الثلاثة. فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني، تقدر الضمة في قولك جاء الفتى، ضمة الدالة على الفاعلية، والفتحة في الثاني الدالة على المفعولية، رأيت الفتى، والكسرة في الثالث مررت بالفتى الدالة على الاسم المحفوظ أو المجرور، لتعذر الحركات في هذه المواضع الثلاثة. طيب، إذن على هذا، طيب هذه هي العلامات الأصول، هذا هو الإعراب في أصل دلالته وعلاماته الأصول الدالة على أحواله الأربعة. نصل من قطع في لقاء تال بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.